اليوم حلقتنا غير، بس نرجع بكم بالزمن ايام المقالب. حمستك انت الله يهديك. خايفه؟ لا خلص. برفيوم برفيوم. زوي وازوي. اليوم ضيفنا باش نعذبه. سوري كان هاف واتر، ذس از ريلي سبايسي. اليوم معنا شركة مزمز اللي هي مش موجودة اكيد. الكلاينت هي مش كلاينت. فباش نعمل روحي مشروب حليب وبناناز، يعني حاجة طيبة. نضيفوا له ملون، الملون هذا للتمويه. وشركة مزمز هذه أقوى شركة في العالم لدرجة إنه هي مش موجودة، إنه هي ما أوكي. شوفوها الأول والآخر مرة. أوكي. سيئة. بيرفكتو. وحاليا خلينا نبدأ بمشروب فريد، نفس المكونات لكن مع إضافات خاصة. نحطوا الحليب ونضيفوا الخل. جبت له تباسكو. عنا بصل، البصل يقوي الشعر، فيه الفيتامينز. وعنا كاروتس، بما انه عيون فريد تعبه فقلنا واي نوت. واكيد الملون. سمولز لايك فريد. هو شركتنا من الغطا متاعها باينه شركه تعبانه. سو باش نختاروا لون شويه مختلف في الكاس فريد. شوفوا انا احمر، هو اللون هذا البيج. ان شاء الله هو ما يحسش بالفرق. واليوم مزمز مع مزاج. هلو، مرحبا بكم في حلقه جديده من جيجي. واليوم معانا فريد. هلا والله. احب اشكر عدنان واشكر كل مشترك. مستر سلطان. مستر سلطان يا رجل قرب قرب. يلا يلا امشي امشي قرب. اليوم مش نلعبوا لعبة It Takes Two، فبش تكون تعاون بيناتنا، أوكي؟ واليوم فما تغيير شوي في الحلقة، مش نلعبوا تيم يعني. يس، وكمان اللعبة ذي تقرب الناس لبعض أكثر يعني. إن شاء الله صداقتنا تولي أقوى بعد يس الحلقة. يس، هذا أهم شيء. أهم شيء. هلو. Hi, I'm good. كيف حالك؟ اوكي، نايس تو ميت يو. ولو حابين تعرفوا كيفاش خسرت اليوم، اسوأ واحد فينا في لعبة يعني انه التيم لازم نتعاونوا، فالاسوأ في التعاون هو اللي باش يتعاقب. اكيد فريد اليوم باش يتعاقب. بنشوف الحين، يلا خلونا نجرب ونشوف. سو فريد، سمعت اللي انت لعبتها تكست قبل، وانا اسمها فيفورت جيم باي ذا واي. يس. اللعبة عبارة على زوجين بيناتهم مشاكل، لازم اللعبة هذه تقربنا من بعض باش مشاكلنا العائلية تتصلح. yes. في صالح بنتنا. الله. بنتنا صار عندها مشاكل من وراك، مشاكل نفسية. فأنا باش اختار شخصية البنت. okay. الأم وانت الأب. لابس نفسك. اي والله نفس اللبس. ليتس جو. اي ثينك أول مرة في حلقة جي جي نلعب لعبة تعاونية ولا حد اكس مربع. لا بكي لا. اي موت طحت. اكس اكس مربع. يلا اكس اكس. لا 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 لا. اوكي اوكي كويس كويس. امشي بس امشي. اوكي 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 صبر امشي شوي. صبر 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 صبر. اوكي اوكي. اي كان جامب من هنا. لا لا ما تقدري، لازم البوكس. لا الله الله، شفت مشي هرب هذاك الكائن. ايوه 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 خلاص. يلا جاهزه؟ يس يس. اوكي على الخفيف. شوي شوي. ايوه الله عليك. وصلني شي. على الخفيف. وصلني شي. يلا 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 نطي. ايوه سيبه. روحي ادخلي. هنا يس يس نتذكره نتذكره. اوكي ويت ويت الحين. لازم احبط مره ثانيه فراك. ماتت مرتين ها؟ فريد احنا قاعدين نشوفه فيك في الرعب والسلاسل وتدمير الطفوله كالعاده، لكن الناس الصحاح يعرفوا جزءك الجيمر. يس بالضبط يس. الجيمنج ولا الارتستيك؟ لا مت. شوفوا الهدف متاعي من الاسئله اني ايه قاعد تحاول يعني كذا اشتت. انا باش نوجهها وانت امشي انشفط. انت ايش السؤال اللي كنت بتساليني اول شيء؟ تحكي نسال فيك على قناه الجيمنج اللايفات مره ثانيه. اتوقع هي قصد انها تنزلها. شوفوا في المصفات الكبيره اجى نطوا فيها. انا بسالك انا بسالك اسالني يا مقدم. ايش افضل لعبه عندك الفتره هذه؟ او اكثر لعبه قاعد تلعبيها هذه المره الثالثه؟ نعمل سبونسرشيب.
راح احكي صراحه انا افريقي، خلينا نشرب شاي. واخر شيء اذا بدكم فيكم تقولوا مزمز مع مزاج. اوكي اوكي مزمز مزمز يلا 3 2 يا فريد صراحه تعبتني ولازمني نشرب شاي، شيحت لي ريقي. اعطونا مشاريب لو سمحتوا، انا احب اسولف واجد. وانا عندي لك مشروب خاص. اوه اتوقع ان جاء في الوقت الصح. ثانك يو. يلا لوجو. اوكي سوري. يلا لسه ما نشرب. يلا هي اول ما تبدا انا اي ويل ستارت لايك اشرب 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 فهمت. يا يعني مو تو كوميرشال. اوكي كول. 3 2 1 جو. اليوم يا فريد احنا ديما نفكروا بصحه اور جاست، فجبت لك مشروب صحي مزمز. اليوم اخترنا سموثي تكون فيه كل المنافع، صحي للهضم. وشو اخر مناش؟ اوكي ثاني. The points are هنا 3 points: الهضم والانتظام، بيقلل من الانتفاخ والانزعاج، وبيوفر وجبه خفيفه مناشفه. اوكي 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 3 2 1. احنا بما انه نفكروا في صحه اور جاس، فجبت لك مشروب يكون صحي حلو سوري حلو للهضم ومنعش في نفس الوقت. فانجوي. اوكي اجين. اوكي 3 2 1. سوري كان هاف واتر، ذس از ريلي سبايسي. اتس سبايسي. انا تونسيه ما احسش بالسبايس. اي لاف ذا ديز يو تراي ات. اي لاف ذا انه سبايسي. يا كرافس مو انت صحي وتحب المشاريب الصحيه؟ وين يا فريد؟ ادري بس انا ما اقدر اشرب سبايسي او اكل. هو في بصل؟ 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 نو ما اوكي اوكي ممكن. فريد متعود بس على البيبسي والمشاريب لا مو صحيه. 3 2 1. بما انه احنا دائما نفكر في صحه ضيوفنا، فجبت لك مشروب صحي من زمزم. زمزم اي بعدي في زمزم انا. يلا 3 2 1. بما انه نفكر في صحه ضيوفنا، فجبت لك المشروب الصحي من مزمز. هذا صحي للهضم، منعش، وفي نفس الوقت فيه فوائد صحيه وفيتامينز. حاول احذر مكوناته. هو لونه برتقالي فاتوقع جزر. اوكي انا اي لاف ذا صراحه. صعب صعب، مش مكتوب المكونات فبلا. قاعد احاول ادور بس ما احس بالطعم. مش حسيت انا حسيت بنانا. نو اوكي. المكونات يا فريد: فيه كرافس، اوكي، فيه جرجير، فيه حليب، وفيه فوائد صحيه. حاولوا تحذروا في الكومنتس. صراحه شكرا مزمز على المشروب، وتنجموا تجربوا نكهات ثانيه. كل شيء موجود في الويب سايت، اللينك في الديسكربشن. عجبك الطعم؟ يس لذيذ صراحه. 10/10. بس قولوا اخر شيء مزمز مع مزاج. اوكي هنا بالكاميرا هذه. يس يلا 3 ونشربوا كميه. اوكي خليني افتح هيك ونشربوا. يا في ري. اوكي يا ام جود جايز. صدق متعذب ولا اوكي 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 يلا. الا في في شوية. يا يو كان. نو 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 اي لايك تو اتس سموثي يعني. يا اف يو دونت وانت مي تو تشو عادي ام جاست غانا سوالو. 3 2 1. مزمز مع مزاج. اوكي يلا. بما انه تعبتني في هاللعبة يا فريد، حابة ننتقم منك. اليوم نعمل تحدي مين يخلص الكاس اكثر، هو اللي بيفوز. يعني لو خلصت اول مش بنعاقبوك، لو انا خلصت اول مش بنتعاقب. اوكي مو باللعبة؟ لا لا اللعبة صراحة تعبنا منها والتيم ورك فاشل شوي. اوكي فخلينا نشربوا. يلا جاهزين؟ 3 2 1 جو.
افلع التحدي انه نشرب. يلا نعيد. I don't think I can do it. What? Yeah, but I'm not used to these types of juices. Smoothies? Why in the gym? وصحي وتصور إنك كل يوم boxing. موية موية بس. موية موية. أنا أي شيء يعني I have a very sensitive stomach and I have gag reflex, but I can't do challenges like this, you know. Oh. This is the. وين أيام سديم كنت؟ أيام سديم إيش كنت كله استفرغ. تتذكري؟ أنا I'm enjoying my drink صراحة. بالعافية. هو فكر طيب بس إنه لأنه الكلاينت زين. مو طيب صح؟ It's so bad. It's so bad. It's so bad. I can't. طعمه غريب خوفا كأني باكل عجة. حسن حس وأول ما ذقته كنت بزوع ولما قلتي تحدي مين يشربه أسرع أنا she's like مو حاسبها لو حكينا لها شيء شو نسوي؟ ما أدري. Yeah, I don't know. يعني don't overdo it عرفت؟ اوكي اشرب ايش بسرعة انت؟ انسايد جوك سر اوكي تايم من قوة المشروب هو شركتنا من الغطا متاعها باينة شركة تعبانة انا I love healthy smoothies وانت؟ Yeah. يلا. Are we recording? Okay. اه اوكي اوكي يلا. خليه هو يحكي الفوائد ونشرب سموثي في نكهات ثانية. Okay, I got it. Yeah. Okay, okay, يلا احكي خل. Okay, and you keep drinking. I'll say state the facts, okay? Okay. لو ما كنتوا تعرفون يا جماعة أن واحدة من أهم الأشياء في صحة الإنسان هو صحة المعدة وكثير مننا في سن المراهقة تطلع لهم بثور في الوجه أو مشاكل في البشرة ولازم تعرفون أن السبب الأساسي لحل المشاكل هذه هو صحة المعدة وإيش تشربون فعصير زي كذا ممكن يصفي لك بشرتك إذا التزمت عليه وراح يخلي بشرتك ناصعة وصحتك أفضل صح drink ايش بك بسم الله Did I do good ولا لا اريد it was a prank مشروبك بصل I hate you guys I hate you تعال wait جرب اجلس اسمع اجلس على الكاميرا She was judging me so bad and I felt sorry for you guys. اللي صار يا فريد انا عملت الروحي مشروب حليب وموز وانت حطيت لك مكونات من بصل من خل توباسكو مكونات مقرفه اكثر شيء كان ضاغطني في الموضوع كله هي وحتى الكلاينت هي مش كلاينت باي ذا يعني ومشروب مزمز مش موجود في الحياه فهل تنصح الشباب للمعده Guys, this is gonna. اسمعوا أنا ما سو أنا سويت هذا عشان الشركة أنا ما أنا ما ندفع لي ولا ريال يا جماعة. فهذا كان. الحين حسبوني أكذب على الناس في الإعلانات. لا صراحة. كذب في الإعلانات. هو كذب لأنه أنا يعني خليته يكذب. فسبب أنا. تخيلوا أنت قاعد تصور وفي واحدة قاعدة تسوي. والمخرج وجهه أحمر ومتوتر وأنا اللي يا الله ما بخرب الموضوع. لا حبيت حماس فريد وبكل ضمير عمل الإعلان برافو 10/10 الإعلانات تواصل على الخاص يا جماعة ما نحبش نوصفلكم حالياً ريحة فريد بالبصل والتوباسكو والخل أخذت علكة عشان أحاول قد ما أقدر أغير الطعم وهنا وصلنا لآخر حلقتنا أقول لو عجبكم البرانك ولو متحمسين ممكن الحلقة الجاية يكون فيها برانكس يا جماعة استمتعنا بالجيم It takes two الجيم نحبوها أحكونا لو جربتوها أفضل شيء في كل حاجة الجيمينج صراحة شكراً فريد تلقوا قناته في الديسكريبشن كالعادة إن شاء الله نشوفوك في حلقات جاية وفي برانكس جايين ولو عجبتكم الحلقة مزمز مع مزاج لا تمزمز نو اوكي سو بدل ولا تفكر حتى انك تمزمز يلا عندنا اوترو خاص تعرف شنو هو جي